هيدفع ده ما عندوش مشكله. لا هو انا لازم انا بتكلم على الاقتصادي بتاع السياحه، لان انا فرقت هنا ما بين، انا اسف، ما بين الحاج اللي بيروح مع الداخليه القرعه والحاج اللي بيروح سياحه، اكنه ده من دوله وده من دوله. لا هي القصه لازم نكون، علشان نكون امناء في طرحها على المواطن، لازم نقول ان كل شيء مستخدم فيه الدولار او العمله قد زاد. الحج نفس اسعار السنه اللي فاتت هي نفس اسعار السنه دي. لو قلنا انا بطلع السنه اللي فاتت مثلا ب 6000 دولار، السنه دي هم 6000 دولار، لكن 6000 دولار السنه اللي فاتت ليهم قيمه بالجنيه المصري، و 6000 دولار النهارده ليهم قيمه بالجنيه المصري يكاد يصل الى الضعف. طيب احنا ما هيش مشكله مصر الطيران على فكره، ومشكله الاسعار ومشكله الوضع، لا، مصر الطيران هي مؤسسه اقتصاديه وطنيه بتخضع للسوق وعرض وطلب، ولها الحق ان تربح وتكسب وانها تؤدي الخدمه اللي يرتضي عنها المواطنين. مفيش حد يقدر يمنع هذا الكلام او حتى يشكك في هذا الكلام. وان واحد يكون راكب معاك في الكرسي جنبيك ودافع 3000 وانت دافع 1000، ده ثقافه موجوده في الطيران اصبحنا نمارسها جميعا ونعلمها جميعا. حجزت من زمان يبقى هتلاقي التذكره بتاعتك ب 2000 جنيه، واحد عايز يقرر يسافر من الاسبوع اللي فات هيلاقي ممكن 7000 جنيه، مش الفرق 1000 و2000. فده كله حاجه احنا معتادينها وعارفينها والسوق متعود عليها. ولكن النهاردة أسعار مصر الطيران لما نزلت بالنسبة لنا احنا بنتكلمش على أو 29000 جنيه. على فكرة مصر الطيران ما نزلتش 29000 جنيه للكل، نزلت لشريحة معينة، لكن هي بادئة من 10600 جنيه. لكن الأسعار بقى بتاعتها التانية اللي تخص الحج بتاع السياحة، هي اللي السياحة فوجئوا بيها، اللي بيطلعوا مع السياحة فوجئوا بيها كمواطنين. المقارنة مع شركة السعودية أو إنها أرخص أو أغلى، فعلا السعودية أرخص بتفاوت من 9% لغاية 34% في فرق في الأسعار، ولكن برضو ده فرق بيرجع للمؤسسة الاقتصادية، إنهم مؤسستين اقتصاديتين مختلفتين تماما في التكلفة بتاعته. يعني السعودية بتطلع لجميع أنحاء العالم. اللي أنا عايز أقوله لمن يعملون في مصر للطيران ايا من كان، ان مصر الطيران لا يمكن احد ان يشوهها او ان يضع حمله لتشويهها، لانما عندما يريد ان يشوه مصر الطيران فهو يشوه نفسه، لان مصر الطيران هي جزء مننا جميعا. نعمل معها في حج وفي غير حج، ولا يمكن ان، لكن ممكن ان نناقشها في اسعارها، ننتقدها، وحتى الانتقاد على فكره احنا تعاملنا بمنتهى الحرفيه. احنا لينا غرفه شركات سياحه ولينا عضوه محترمه جدا مدام ايمان سامي تمثل الشركات في الحج والعمره من خلال غرفه شركات السياحه، طلبت معاد وراحت اتقابلت مع رئيس مؤسسه مصر للطيران وقدمت ليه دراسه متكامله علميه ان احنا بنعتقد ان الاسعار السنه اللي فاتت كانت كذا والسنه دي المفروض تكون كذا وفقا للاسعار التجاريه اللي احنا نعرفها، ولكن اذا كان هناك فرصه لاعاده النظر فاحنا نتمنى ذلك، اذا لم يكن هناك فرصه لاعاده النظر فكنا نتمنى ان كنتم تدونا خبر بيها قبل ما المواطن نفسه يبدا يتقدم للعمرة للحج وفي القرعة، لأن بعد ما طلع في القرعة وأنا اديته سعر خلاص لا، في بعض الشركات كتيرة جدا ادت السعر وقالت سعر تذكرة الطيران حسب ما تحددها الشركة الوطنية. طيب الشركة الوطنية هتحددها في حدود كام؟ والله الدولار اختلف فهيبقى الضعف، خلاص ام 10 هتبقى ب 20، تبقى ب 22، موافق. لما يفاجأ المواطن ان التذكرة ام 6600 بقت 10600 في المستوى ده، ال 5000 جنيه يفرقوا معاه. تمام؟ في المستوى اللي بعد كده برضو يفرقوا معاه. فأصبح هناك نزاع ما بين الشركة
وما بين الحاج اللي طلع في القرعه معاه، ان هو بيقول لها لو سمحتوا انا مش قادر ادفع اكتر من كده، انا عايز اعتذر. طب هو الاعتذار، هي الحج ما هوش تذكره طيران، ما الحج انا حاجز لك فندق، نعم، وحاجز لك مناسك في عرفه، نعم، وفي منى، وحاجز لك اتوبيس، وحاجز لك حاجات كتيره جدا عاملها لك في الاشتراك بتاعك، اللي لا انا قادر ارجع له فلوسه اللي دفعها لي، ولا قادر اقنعه بالزياده اللي موجوده، لان الحج لمن استطاع اليه سبيلا يقول لي انا تحولت من خانه ان انا قادر الى خانه الغير قادر بهذا الاسلوب. فكنت اتمنى من المؤسسه الوطنيه مصر للطيران في حتى المواسم القادمه ان ترى ان هذه نقطه جوهريه لابد من الاعلان عنها قبل دخول القرعه. فضل يا فندم، لماذا هذه الزيادات؟ وهل تتناسب مع حجم زياده الدولار؟ أم أنه تضرف في الأول، يمكن أنا قلت ممكن زيادة توصل لحد 60-70% مبرر، تمام، ولكن توصل 90 و100 و130 و138 و140، أيوة، ده مش مبرر. حضرتك أيوة، قول لنا والله مبرر أن احنا نزودها أكتر من كده. طيب، أول حاجة ناخد بالنا منها الحقيقة، أنا هو في كذا